فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: المسلمون في بلادنا يعدون من الأقليات، ومع ذلك فإن أكثر المسلمين في بلدي على فكر الصوفية، وقد منعنا هناك من تدريس كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن تدريس كتبكم، ما نصيحتكم لنا في ذلك وفي الدعوة إلى الله؟ دعوة إلى الله حسب ما تستطيعون، ادعوا إلى الله بقدر ما تستطيعون، وفي مجالسكم الخاصة اقرأوا هذه الكتب. نعم.